جاءت آيات الدعاء في رمضان تأكيد على أهمية الدعاء في رمضان، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في الدعاء في رمضان ما لا يجتهد في غيره. ولهذا يجب علينا أيها الإخوة أن نجتهد في الدعاء، وأن نحقق آدابه من الإخلاص لله، وأن ندعو نحرص على المأثور، وأن ندعو بجوامع الكلم، وأن نعم بالدعاء خيري الدنيا والآخرة وما يحتاجه الإنسان والفرد والأمة والمجتمع، وأيضا عدم الاعتداء في الدعاء وعدم الإطالة بالنسبة للأئمة، إطالة تشق على الناس. وأما فيما بينه وبين الله فليجتهد في الدعاء في آناء الليل وأطراف النهار، وليحرص على أن يطيب مطعمه. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فعلينا أن نحرص، لا سيما الأمة اليوم بحاجة إلى أن ندعو، بحاجة إلى أن نجتهد في الدعاء دعاء شاملا. ونحن الآن على أبواب الشهر الكريم وفي الشهر الكريم، وأن نجتهد في ذلك. واعلموا أن الدعاء أمره عظيم، سهام الليل لا تخطئ، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولم تدري ما صنع الدعاء؟ الدعاء أمره عظيم، ولهذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهم القدوة يكثرون من الدعاء.